تسريحتي انتي بس تسريحتك مقلوبة والله. ودينا انا منا وانت منا. ودينا مرحبا شلونكم ان شاء الله تكونون بخير. سنج راح يوقع اليوم. اريد اخذ هدية عني صديقتي فمحتارة شنو اخذ لها فقلت اصور وانتم هم تشاركوني شعراياتنا المخربطات مسوين ضفاير انا وياك بس ضفيرتك اطول مني معليش. لا ايوه اطول مني بعاني قطمة صغيرة من اللي هنا حد الميز. ما تجول الميز المهم. راح اروح للمحل اني مال الذهب واصور اشوف شنو اللي اقدر اصوره واريد من عندكم شغله بسيطه انه تركزون على الحاجات يعني راح اصور يعني الاشياء اللي موجوده عندهم اذا حسيتوا اكو شيء حلو صحه. يا ريت من عندكم تخلوا لي مثلا شلون اخليكم دليل لحظه خل افكر يعني تخلوا لي مثلا الدقيقه كتبوا بالدقيقه هل قد اكو مثلا فد شيء حلو انه ان شاء الله صار عمرها 28 سنه مثلك سكتي يعني 16 واذا شفتوا مثلا شيء حلو اكو يعني مثلا نقدر ناخذ هديه يا ريت تكتبوا لي بيا دقيقه وشنو الشغله حتى باكر اروح اخذ الهديه على ذوقكم لا تعوفوني ها محتاجه مساعدتكم هاني. اطلع قبل ما يعزل الرجال وما نلحق عليه لازم نروح ودينا لبسيها حبيبي الجاكيت واحد يخلي سيارته والطب كلها هاي بالناكة من البداية تنغسل الفرج وبعدين تطلع من ذيك الجهة السيارة واو نظيفة ما شاء الله ما شاء الله. اوكي هاي شنو يبون؟ ايوه هذول كلها 21 اها هذا 14 هذين 14 كلش حلوات هذني مجايبين ان شاء الله تحبوها حتى سوالف طبعا ما اعرف شنو اختار بس جيت اشوف شنو الموديل فحابه اخذ نوع هاي نفس اللي عند رودينا ضاعت فقدتك بس شوفوا لي الموديلات يعني ايش نختار اذا مبين هنا أنا. هاي انواع التراجيات هذول صغارها مثل مثل الكف يعني هيك شيء بس اعتقد هذول مال الصغار بس انا هاي عجبني كلش هذني حلوات هذني كلش حلوات بس مو احس مال بنات صغار مال بس كلهم كبار هذني هذول اللي عندهم اياهم كلها كبار يعني هذول كبار كلش بس بصراحه انا هذا عجبني كلش حلوات هذول موديلهم حلو هذول طبعا كلش حلوات بس احجام بيهم هذول كبار وتبدي شويه تصغر بس هاي اصغر شيء هاي عجبتني حلوه كلش حلو موديلها هاي هم موديلات كبار بس هذني ما اعرف يعني ما احس للهدايا لانه صراحه حجمهم كبير هذا الموديل هم حلو شنو رايكم بهذا الموديل ودينا هذا كلش بس ما اعرف ايش اني حابه هذا الموديل انه اخذه هديه كلش حلو المهم خلينا نشوف كلش عجبني يعني ما اعرف انه ترى هذا الشيء يقدر يحكي ويا انا لا انا حاضر القصه طبعا هاي تجون من أيوه هاي 14 سكت حلوة 14 حلوة هاي هم حلوة هاي حلوة كلها هاي تقدرون فيهم بس المدى طبعا طبعا المولى مع الولد 14 هاي هم حلوة هم 14 هاي شفت من عندها عندكم تراجيات فن نعم بس هم معتها اذا تردين محابس اكو 21 شوف هاي بس اللون بعد لون اللي شوفه ما يقول على بعض صدق ذهب 150 وماكس شوفوا هاي 14 هاي 14 بقى الفرق صحيح هاي شايفتهم يمكن عمو هذا نفس الشيء هم هذا نفس الشيء وهذاك نفس هذاك بالجنب هذا كله 14 مو؟ والله بعد 150 150 150 اي هو شكله ذني ما يخرب تدرين؟ او مو كذا 14 14 هاي والله شو عجبتني هذين الدنابيس شفتيهم؟ نص نص 5 انت و5 يا هني
والله 150 آه ما يصير أبوي ما مال هدايا مال هدايا بس مال أطفال بيبي كلها للأطفال بس إيش أنت جينا هسه راح نجيب بضاعتهم جديده عندكم يزغرون ولا ما يزغرون ما ادري الزغر هذا والله ما اعرف كبر ما ادري بس لا لا اذا يزغر هم يصير صغير هذا يزغر ما بي شغر اوكي المشكله ذا الشتاين بي شغر الزغرين يحترق شنو اللي يحترق الشغر بس هذين اعتقد مقاس واحد لا يا أكو اشتروا معكم هو العالم مني حلو هيك شيء ولا حلو بس إذا غير عليك بس هذا يتشلب بالملابس يعني شوية مو عملي مديلات إيه نجيب مديلات إحنا إيه عافية طيب عافية عافية حلوات بس هذا صغيرون خلي أشوف لي بلكة تلقى لي شغلة ليش هيك اثنين غيرك ضعفانة؟ أنا؟ يمتى؟ هاي ميمي نايم أنا؟ منو قال؟ لا أنا ما أريد خليه لك مرة عجوزة لا أنا ما أريد بنوك نعمة عندي الله يخليك الله يسلمك كلهن شي بلكة الله ألقى لي بس شغلة كلهن مو؟ طلعي لي غير شي أشوف تبين يعني قصص محابي؟ إيه فتشيه جديد هذا يعني ما والله جديد أيوه الله حلو صدق حلو هذا أي والله حلو هذا 14 واحد 21 رتاخذه ما يكفي على صدق والله لا والله حلو ين نازك أيوه الله شوفي لي إيش قد هذا تعشف ومش تأخذ 21 بس فين هنا فين تريد هذا حيدر أخلي لك الدرس صباح لا ليش بس احس كبار كبار هذا لا لا اسمه زو موجود به كل شيء يخص النباتات والزرع ومزرع والاوقات ويعني اذا تريدون تشتروا مثلا فد هدايا بسيطه حلوه مثل الورد او هيك شيء عندهم قسم خاص بس للورد يعني هوايد تسالوني تقولون بتول من وين واحد مثلا يقدر يشتري ورد حلو مرتب مو الا من الاسواق العاديه اللي هي مثلا الدي وهالاماكن يعني من الماركت العادي فتقدرون تجون على لتسو هنا واكو قسم خاص بس مال ورد ما عدا محلات الورد وهاي الشغلات تلقون هنا اشياء كلش حلوه قسم هنا كلش هوايه هذه اللي تكون هالشكل يعني هاي تبقى مدى طويل لانه يعني مزروعه اصلا بالطين اكو ورد تاخذه مثلا ينحط بالماي اسبوع واحد 10 ايام ويموت وهذا النوع من انواع الورود لا هذا راح تقدرون يعني تعيشوا شغلكم يعني سنه كامله يبقى عندكم بالبيت وما يموت هاي مع المدارات يعني اكثر من سنه يبقى فتقدرون تداروا وكل موسم يطلع به ورود انواع الورود كلش حلوه ففكره حلوه واحد بدل ما ياخذ ورد جاهز مثلا من برا تقدرون هنا هم تجون تاخذون الزرع وهنا عندهم فد ترتيبات حلوه تسووها يعني ماما جاتي واحده تعي شوفي هاي يأذن اي شوفوا هاي شلون راح تنسد على الجسم الورقه وي بتشول جعانات اي جعانات سدت بس ليش ما تفتحين هي تنفتح بعد يعني شوية سايت وتنفتح شوفي هاي هسه مسدودة هاي يعني هاي مسدودة راح يصير وقت يلا تنفتح هاي سعرها بخمسة يورو هاي الوحدة أخذ وحدة عصافير أشتري لك عصفور المهم يلا تعال ما تريد تبقى قسم الورد ماني أحب الورد يعني ليش تطلعني منه المهم هسه احنا رايحين على السمك لانه انا محتاجه اخذ اكل للاسماك اللي عندي بالبيت ويمكن اشتري هم رمل لانه الرمل اللي عندي ما عاجبني لونه برتقالي فحابه اخذ لون واسود احمر واسود ناخذ اسود لا ما حلو احمر واسود لا مو حلو هن لونهن برتقالي ناخذ احمر يضيعن ما يبينن طبعا مو الا ناخذ مثلا تشترون الحوض كله هو والديكور تقدرون تاخذون صور وانتم تشترون الرمل هنا موجود رمل موجود انواع الاحجار موجوده انواع الاحجار هنا كلش يعني اشكال مختلفه انتم تسوون الديكور ترى مو فتشي يعني احنا نقول صعب حاطين هنا حجر مثل ما تشوفون احجار حاطين مستعملين الاحجار المالحه هنا ومثل ما تشوفون هنا مثلا واحد اذا يعجبه يحط مثلا احجار هذا الحجر الابيض تاخذون من هنا تزينون يعني الحوض على مزاجكم انتم مو فتشي يعني صعب انا حاطين قسم كامل رمل هاي الالوان هنا كله مثل هذني بالبيت
شوفوا ايش كبر هني قدران يصيرن. هاي هسه هيجي 8 5 50 مالتنا 3 1 بس هذني 18 13 خليك هيك. شوف الله شو بيحركة. شو باوع لي باوع لي. هاي. فطية والله مسكينة. مسكينة. قهرت على هاي السكينة. كانت هنا ست تريد تقوم لتقوم. هنا ترجع على فرنة تريد تقوم. أنا كان صيح بتي. ها؟ أنت أبو خشن. لا لا. طيب وينها؟ يانها هذا تي عايش. تريد تقوم ما تقدر توقع باو وقعت تشبخ لما تعورد. اشوف يعني في شيء من الوكاحه هاي ربم ها لو شويه عشان على هذا يعني ما يتعورون. انا ايش انرمم صحتك شلت. انت وين بس حاطه غيوم بيض جدور شلونك حمودي هاتيك رادينا جدور كبس بس اريد شغله منك وراح احضر التيراميسو. ما هو تيراميسو لذيذ. راح اسوي اول شغله القهوه. احتاج الاسبريسو او اي قهوة عندكم ثانية. طبعا مو الا تسوون نفس الطريقة. اللي ما متوفر عنده هذا المعدن او هذا المخلوق العجيب. اذا ما متوفر عندكم تقدرون تسوون قهوة بالدلة او مثلا قهوة بالجهاز او تسوون قهوة بالجدر. المهم قهوة بالاخير. سووا قهوة بدون شكر. هذا بسكت طبعا هو جاهز يجي خاص. الطريقة مالته كلش سهلة وبسيطة. البسكت عندي جاهز. راح احضر هسه اني القشطة. راح اخذ هنا عندي اني مسكربونه عندي هذه وحده. راح احتاج هنا عندي كريمه. راح احتاج من هاي هم. راح احتاج 2 تقريبا. الاسبريسو عندي صار مطفي النار. شايفين المصباح السحري مع علاء الدين. شيلو بلولو شيلو بلولو. راحت القهوه. اوكي راح اطلع القهوه اخليها بهاي الكاسة. مثل ما تشوفون طبعا هاي الكمية ما راح تكفيني فراح اسوي مرة لخ لانه هذه قليلة. لانه انا عندي هاي الكاسة صغيرة فاذا عندكم دلة كبيرة فراح يحتاج مرة واحدة تسوون وخلص ما راح تحتاجون يعني تسوون مثلي مرتين. شوفوا القالب راح استخدمه هو قالب الكيك العادي فحتى عندي البسكت بالتجميد ما يجمد بالقالب فاخذ قطعه صغيره من الزبد وامسحها مسح بسيط لانه يعني الزبد ما راح يخلي البسكت والغراب هاي اللي راح نسويها يتجمد. اوكي راح يفصل يعني ما احتاج انه اخلي ورق زبده وهذه الشغلات ما يحتاج بس مجرد بالزبد. امسحوا القالب بهالشكل مسح خفيف يعني احنا ما نريد هوايه. الدنيا كلش باردة فخليتها هنا هسه تبرد وبعدين راح ادخلها جوا. استخدم القشطة الخاصة بالتيراميسو هنا حتى راسمين عليها اسمها مسكربونة موجودة بكل الاسواق وهذا هو شكل التيراميسو النهائي. يعني هاي القشطة مخصصة لاستخدام التيراميسو. ها هذا هو شكل القشطة مثل ما تشوفون. طعمها مثل طعم الجيمر العراقي بس كلش كثيفة. هاي شوفوها. اوكي اوكي هسه اول ما خلطت هذا الباكيت راح استخدم الباكيت الثاني هم. تمام راح اضيف الباكيت الثاني عليه حتى تصير عندي بعدين قشطه متماسكه. هذا راح نضيف باكيت ثاني من الباودر. راح اضيف الفانيلا. ما
استعمالتها كلش سهله وبسيطه وما اريدها تكون كلش كثيفه، فاستخدمت باكيت واحد من الماسكربونه واستخدمت اثنين من الشلاك زانه، خليت واحد ورا الاخر اول مره خلطت الاول وبعدين خليت الثاني حتى القشطه عندي تصير هالشكل. شوفوها يعني ما توقع، يعني مو ماي خفيفه ولا كلش ثخينه حتى تكون مزعجه واحد من ياكلها دسمه. ف ما اعرف يعني اذا انتم عندكم طريقه ثانيه كلش عادي تقدرون تستخدمون الطريقه اللي انتم معتادين عليها، سووا القشطه مثل ما انتم تحبون بس المهم تسوون قشطه طعمها طيب. هذا البسكت خاص بالتيراميسو وراسين عليه اللي وراء هنا الاكله الحلويات. شوفوا ثلاثة اطلع لانه بسرعه تشرب قهوه بسرعه فانتبهوا من هذا الشيء. طبعا انا ما احب اسوي الشغل هذا كله بالشوكه وما اعرف شنو، لازم بسرعه بالايد، الايد المهم تكون نظيفه وخلاص، اهم شيء القهوه ما تكون حلوه، قهوه مره حتى تحسون بهذا المذاق، القشطه تكون حلوه والقهوه مره. طبعا حاولوا بس توزعوه بطريقه صحيحه يعني على اول طبقه لا شلون لازم شوية يبرد وبنفس الوقت ما أريد يجمد. يعني اكو فاصل بينها وبين القالب، شوف راح افتح لكم اياه، شوفوا يعني ما جامد عليها. اوكي فهسه انا راح اشيله من القالب وراح اخليه هنا وابدي اقطعه واشوف لكم النتيجه النهائيه مالته. اضيف هسه انا عندي هنا ملعقه صغيره من الكاكاو، هذا الكاكاو الباودر، راح ارشه بس على الوجه بهالشكل هذا خفيف، طبعا ما اريد اخليه هواي بس شويه. حاولوا ما تخلون الباودر الكاكاو على القشطة وتدخلوه للمجمدة لأنه بعد ما تطلعوه راح تلقون الحالة يرثى لها كله يذوب ويصير منظره كلش مو حلو، فورا ما تكملون ويجمد يلا تقدرون تخلون عليه الكاكاو الباودر وبعدين تقدموه. تيراميسو جبنا نستمتع به لأنه إجا وقت الراحة، وقت الراحة ولازم أفتح اللابتوب لأنه عندي شغلة لازم أحجزها راح أقول لكم عليها. أكو بس ملاحظة بسيطة وصغيرة حتى تعرفون إنه هذا التيراميسو ناجح لو لا، شنو هي؟ من تجون تسوون القشطه وتسوون القهوه يعني الاسبريسو من تخلوا بالبسكت حاولوا ما يعني مو ورفت يعني وقت قليل وتاكلوه ما يصير، لانه يراد وقت مثلا فد اقل شيء ساعتين ونص ثلاث ساعات او اكثر، هاي اقل تقدير انه يبقى التيراميسو بالثلاجه، القهوه كلها تكون بداخل البسكت، يعني البسكت يكون شلون اقول لكم يعني هسه شلون مثلا من اسوي بالشوكه هالشكل ادوسه ما راح تطلع القهوه لانه ما متشربه البسكت زين، فانتبهوا خلوا وقت طويل خليه يرتاح يلا حتى ما تصير لوصه قهوه وقشطه لا راح يبقى البسكت مثل الكيك هيك الهش. اوكي فاهم نقطه مثل ما قلت لكم خلوه يرتاح وبعدين خلوه على تفريز شويه زين، يعني بس يلزم شويه يكون بارد
يلا تقدرون تقدمون. المهم طبعا انا فتحت اللابتوب لانه عندي تيكت لازم احجزه وان شاء الله رب العالمين يسهل. قاعده اشوف تيكتات طيران هنا لانه لازم اروح اشوف اختي يعني ضروري. فلولو عندها تقريبا اسبوع عطله وان شاء الله اروح على تركيا اشوف اختي لانه بصراحه كلش يعني بالي يمها وقلقه عليها. قبل ما اقول لكم تصبحون على خير بنات، لا تنسون راح انتظركم تكتبوا لي بالتعليقات شنو الشيء اللي حسيتوه مثلا حلو وبسيط بنفس الوقت ومناسب للهديه. فيا ريت من عندكم تكتبوا لي بالتعليقات، راح انتظركم وراح اعتمد عليكم هالمره. لا تنسون ولا تعوفوني ابدا ماشي بنات، مو تقولون ما نعرفون تيب كيفك، لا اتمنى من عندكم تشاركوني رايكم. وراح اختار هالمره الهديه على ذوقكم، يعني اشوف شنو المتابعات راح يختارون، شنو تحسون شيء بسيط بنفس الوقت حلو وكيوت ومناسب للهديه. فيا ريت تكتبوا لي بالتعليقات. المهم انا صراحه اكمل ادور واقول لكم احبكم كل شوايه وتصبحون على مليون خير. باي باي.